الى ففتحت البوابات على بركة الله اندفاع لجياد وأفراس الانتاج عمر الأربع سنوات المنتجة محلية للجياد المبتدئة. الانطلاقة تبدأ سريعا من ثمن ابن وثاب في بداية هذه الانطلاقة من بوابته السابع عشر، مباشرة يتوجه إلى المسار الداخلي إلى جانب درابزين يقود هذا الشوط ويقود هذه الأسماء. المتابعة تأتي أيضا من اشتداد في المركز الثاني ابن بانديني في هذه الصورة، وأيضا المتابعة تأتي من مجوهر من المسار الخارجي، وكذلك لجين العناية من المسار الداخلي، أيضا محاولات للتقدم من بقية الأسماء المشاركة والمتنافسة في هذا الشوط متابعينا الكرام. بينما ثمن ما شاء الله تبارك الله يقود هذا الشوط وبكل قوة يأتي في المركز الثاني اشتداد معها مع اشتداد المنافسة، أيضا لجين العناية في المركز الثاني تتقدم الآن فيما المسافة كبيرة ما بين ثمن وبقية الأسماء. ما شاء الله تبارك الله توسيع للفارق ما بين ثمن وبقية الأسماء. وشاهد هجاس يأتي على المركز الثاني مع بداية الخط المستقيم والثلاثمائة متر الأخيرة. ثمن ما شاء الله تبارك الله ابن وثاب هل يواصل في المائتين متر الأخيرة أم يكون القدوم من هجاس؟ ثمن على ما يبدو ما شاء الله تبارك الله وبكل قوة وبكل اقتدار وبعدد كبير من الأطوال بفوز صريح يصل أولا إلى خط النهاية ما شاء الله تبارك الله، وثانيا هجاس ابن فرست سمراي.